سرانس سأعلق اليوم لكم للجمهور قبل الفريق احتراما لهذا الجمهور الرائع اللي باع روح ممكن وعطاه كل شيء ودفع من قوته من قوت أولاده باش يكون موجود هنا في روسيا. وكما قال واحد من المشجعين الحقيقة حمسني الحقيقة رجع لي الجرينتا رجع لي الرغبة في هذه المباراة وقت اللي قال لي على خاطر تونس كل شيء هون أولادك الخضرة تبقى معاك ديما نغضب منك يوما قد نصل إلى شتمك يوما ولكن أحبك ونحبك ونحبها في كل يوم يا تونس الخضراء جاتك عاشقا. إذا الكورة في الميدان والكورة الانتصار النقاط الثلاث لن نرضى بغير هذا رغم منتخب محترم رغم بنما فريق يلعب للفرحة ولدخول التاريخ ولكن أتمنى أن يكون الأولاد في يومهم أتمنى أن يردوا الفعل. اليوم نكتشف شخصيتكم اليوم نكتشف الكاريزما اللي فيكم اليوم نكتشف معدنكم. الرجال تظهر في معدن الشدايد الخمسة نسوها بعد سنتحدث عنها وفي تفاصيلها وأسبابها ولكن اليوم أمام بنما لن نسامح لن نتسامح نريد النقاط الثلاثة. الأولاد جاني ساسي واحدة للروج يمشي الروج يلعب كرة واحدة اثنين يدخل الروج والكرة في الدفاع ولكن يخسر مشيل يا رب على الأرجنتين خمسة رد بالك بالبولي انصفت ان شاء الله بنتيجة مغايرة وبأداء مغاير يلعب الكرة على القائم الثاني يضرب كرة بعيدة سليتي ممتاز حلوة من سليتي يراوغ سليتي نعيم حط الكرة والهدف الأول يضيع الهدف الأول يضيع عن طريق فخر الغزري غزري حط كرة حلوة برشا يضرب كرة ترجع كرة حطها والكرة منتخب تونسي باين الأولاد باين الأولاد هذا ياكل معاهم خبز واحد لا كذا وديزيام بال حذاري كرة المنتخب البنمي صعبة جدا حلوة للفريق البنمي حذاري فين أرجوكم أرجوكم لا تتلاعبوا بأعصابنا ترجع كرة السماد كرة طويلة يعني خايف برشا يمشي خزري حطها خزري ولعب كرة سلوتي باهية باهية يا نعيم باهية يا نعيم باهية يا نعيم ترجع الكرة ترجع الكرة بالراس حذاري حذاري كرة خطيرة صعبة جدا فرجاني حاط الكرة فرجاني يمشي فيها وابن خزري وابن خزري يربح ركنية كورنر للمنتخب التونسي كرة ممتازة للفريق الوطني يلعب كرة في منطقة الجزاء ما زالت الخطورة قائمة ما زالت الإمكانية يلعب كي برشا مستوى تكتيكي تمشي كرة طويلة والحارس يس يلعب يمشي بيناتي وابن خزري وابن خزري امشي يضرب الروج ترجع من الدفاع يمشي الياس الصخيري الياس الصخيري ما تسافر سفر انا في سراس فما شانس كرة توزيع ويني ويني يا هيا كرة منتخب التونسي يمشي وهبي هيا هيا بالراس والحارس يتصدى الكرة الحارس البنمي بنيدو 0-0 بالشزف تونس عندها الاستحواذ تونس عندها السيطرة عندها الفرص كرة خطيرة كرة من نعيم وضاعت الكرة على المنتخب الوطني ضاعت الكرة على نعيم السليتي جاني يرجع الكرة لفخر الدين يلعب بن يوسف كرة طويلة في منطقة الجزاء بعيدة في ماتش بلجيكا تغلق تتخلص كرة خطيرة تمشي المنتخب التونسي رامي البدوي يمشي رامي حلوة ولكن صعيبة صعيبة وطويلة وبعيد صغير إدارة للنقاز النقاز يمشي الكرة الروج الروج والركنية كرة منتخب البنمي خطيرة جدا لكن رامي صفارة تسلل 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 للمنتخب فريق سليتي سليتي يلعب كرة فرجاني فرجاني الخزري المدافع زمان لعبة برشا ما زالت الإمكانية خطيرة منتخب البنمي كرة منطقة الجزاء والدفاع التونسي وقف يتصدى ترجع الآن نحضر من التسديد شاط كرة خطيرة والحارس نسوى بنما تهرب الكرة يتعدى نجاز ثبت يا نجاز كرة بعيدة مستحيلة ترجع الكرة عن طريق رودريغيز رودريغيز مش تسلل التسديد رد بارك عكسية والهدف الأول الهدف الأول للفريق البنمي 1-0 للمنتخب البنمي 1-0 وفرحة بنمية كبيرة هنا بالآلاف في سرانسك يعني الأمور لما تنحس وتتسكر تتسكر هدف مثل هذا عكسي تسديدة بنمية ديفياسيون والكرة في مرمى بلبولي والمباراة من أول شوطة محاولة تقريب بنما تتقدم 1-0 لمنتخب بنما في دقيقة 33 تونسي في مشاركاته الأربعة السابقة خسر الماتشات الثلاثة يضغط الفريق البنمي ترجع كرة المنتخب التونسي كرة طويلة ترجع بالراس عن طريق الخزري وابي واحد غيلان الشعلالي غيلان الشعلالي يمشي فيها الحدادي حدادي والراسية والتعادل يضيع والله الكرة
كي منعونا حقيقة كي ما تحبش ما تحبش هذه محاولة ممتازة في دار الدفاع الكل ملعبوش بمستواه ورا ترجع خطيرة والدفاع الفيفا ماجازين وشان الفيفا والكرة ما زالت اضرب لا خزري لا ضاعت الكرة عن طريق وابي فرصة كبيرة ضاعت على الفريق التونسي شوف الأخطاء شوف الأخطاء ما عادش نحكيو ما عادش نحكيو كل واحد مروح شوف المرة هذه للدفاع ضاعت الفرصة ترجع المحاولة كرة طويلة مرة أخرى وابي الخزري إصرار فيه ترجع الكرة في وسط الميدان خطيرة ويخرج بلبو المنتخب التونسي أفضل مبارياته يرجع الكرة وحده الكرة يمشي حمد النجاز الدفاع كرة التعادل مش ماكو جول التعادل تمشي الكرة فريق التونسي فما إمكانية يا ربي وفرصة للفريق مرة أخرى الفريق الوطني يلعب كرة عن طريق شعلالي شعلالي وكرة سهلة وسيئة يمشي حمدي يمشي حمدي زاد حمدي باية حمدي وزع من الراس أضرب كرة والدفاع كرة ترجع من الدفاع البنمي منتخب التونسي فما إمكانية فما فرصة شوط الآن كرة عرضية وابي الخزري جول هدف التعادل تونس هدف التعادل النصر هدف التعادل عن طريق فخر الدين فخر الدين الروج فخر الدين بن يوسف يعادل الأرقام يفزي حتى عاد كان نخسره من أطفال وخير تجدوه في الشوط الثاني امشي يا وابي زيدهم زيدهم الثاني زيدهم الثاني تمشي كرة يا خزري اهرب يا وابي زيد الثاني يا خزري فما خطا امشي الروج حتى الثاني مش ممكن كيف رفض الدخول الشباك لماذا ترفضيننا لماذا تلفظيننا لماذا لا تدخل فيني عطرق شعلالي اضرب الراس كرة خطيرة ضع شي كنترول حط الكرة حلوة يا الروج حلوة يا الروج هيا اضرب كرة مش ممكن فرصة وركنية ركنية المنتخب الوطني التونسي امور ورعاكم الاف وملايين اضرب الراس يضرب الدفاع تلم للوسط يمشي نعيم وزع كرة هيا هيا بالراس حط الثاني والدفاع كرة الانطلاق في التحضير يلعب التوزيع خايبة برشا خايبة خلاص لا يعطي باس شدها شوية الشعلالي في اللقطة الأخيرة إن شاء الله فيها خير فما هربة فما تفاهبي يمشي على اليمين وابي 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 باش يلعب الكرة خزري شوطة ضعيفة يا وابي شوطة ضعيفة يا الوابي أخطاء دفاعية قاتلة تعذبني والحارس أخرج بلبولي يا ستار برافو بلبولي 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 بعد كرة يمشي حتى في مرمى يا ستار خرجت سلامات خرجت سلامات ضربة في منطقة الجزاء يدخل بدري كرة خطيرة السلاتي هيا هيا الهدف الثاني إيليه إيليه الهدف الثاني للنصور الهدف الثاني للمنتخب التونسي فرحة الأولاد فرحة التوانسة فرحة مراسلنا بن عاشور جبناها الثاني 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 بذكريات المكسيك قلت لك الريمونتادا في الشوط الثاني اذكرها بربي يا معز اسمعها بربي يا جمهور قلت لكم تفالوا خيرا تجدوه في الشوط الثاني فريق مع اعطيه الثالث في الشغيف ده في بنما الخمسه رجعوا في بنما اضرب بيناتي زفر يا البحريني لا البحريني رد بالك خطيرة برشا خطيرة برشا ما يدورش ما يدورش وكرة عن طريق البلبولي عن طريق البلبولي ما تعرفش الدافع قدم ما تعرفش الدافع قدم ترجع الكرة راس ما نقبلش اللعب ما نقبلش اللعب عطاله عطاله خطيرة هدف التعادل وهدف التعادل الفريق البنمي لا ألغي الهدف ألغي الهدف ألغي الهدف اش فما هدف اش فما الغاء الهدف كما ترفض الخساره الثالثه بكاس العالم عندك يا بلبولي اوه خطيره ورا حذري فرصه التعادل منتخب البنمي ومنتخبنا ما يعرفش يدافع يخرج بلبولي اول مدافع برافو يا ايمن برافو يا ابو حمدي شيلهم هزهم يا حمدي امشي يا خزري ثالث يا خزري آه.